امبارح ظهر ديسان عضو فرقة بيج بانج في احد البرامج الكورية وصرح ببعض الجمل اللي قلبت الدنيا، منها ان فرقة بيج بانج هي اللي عملت وكالة واي جي، ده غير ان كان فيه سؤال صعب جدا فالمحاور طلب من ديسان ترتيب الفنانين اللي ساهموا في نجاح وكالة واي جي، وعلى طول اختار رقم واحد المنتج تدي كونه اكتر شخص كان ليه دور كبير في نجاح وكالة واي جي. ولكن لما جه ديسان يختار بين بلاك بينك وتويني وان اتوتر جدا لان الاختيار بالنسبة له كان صعب جدا، ولكن اختار في النهاية بلاك بينك كونهم الاكتر تأثير في نجاح واجي عالميا عن 21. وطبعا من بعد انتشار الحلقة دي في كل مكان اشتعلت مواقع السوشيال ميديا في كوريا وحصل جدل كبير جدا مرة تانية بين جماهير بلاك بينك وجماهير 21. فالبعض كان شايف ان دايسان اتعامل بذكاء مع السؤال الحساس ده، ولكن كان في بعض تاني من محبي 21 سخروا منه ويتريقوا عليه، ده غير انهم سخروا من نجاحات بلاك بينك ورجعوا يقولوا من جديد ان بلاك بينك كانت السبب في تفكك 21. ولكن من الواضح ان مش بس محبي 21 هم اللي غضبوا من إجابة ديسان، ولكن حتى ضارب نفسها علقت على كلامه، وبالتحديد ظهرت ضارب في برنامج كولتو شو على SBS وعلقت على كلام ديسان وقالت التالي: أعتقد أنني وحدي كنت قادر على شراء المصاعد في مبناهم اللي هم واجي. وأضافت كمان: أشعر بالفخر الكبير لأن 21 كانت قادرة على بناء الطريق لمن جاء من بعدها. ومن هنا نفهم إن دارا كانت تقصد إن 21 كان ليها فضل كبير في تمهيد الطريق لبلاك بينك، وإن بلاك بينك جاءت من بعدها عشان تاخد البوب الكوري للعالمية. وإنت هو رأيك في كلام ديسان؟ وفي أخبار تانية امبارح يوم الاتنين بدأت إشاعات جديدة في الانتشار عن تأكيد حدود ليسا من بلاك بينك عرض علامة لوزوته للملابس النسائية في أسبوع الموضة واللي هيكون يوم 5 مارس اللي جاي، وهو نفس يوم عرض هذه علامة شانيل في أسبوع الموضة مع جيني. كمان الإشاعات بتقول إنه قريب جدا هيتم الإعلان عن إن ليسا من بلاك بينك هي السفيرة العالمية الجديدة لعلامة لوزويتون من بعد انتهى عقدها مع علامة سيلين قريب جدا، وده الشيء اللي كان واضح تماما في آخر فترة من بعد ما ليسا اتحررت من قيود وكالة واي جي. وانت هو رأيك؟ وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.